القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. اثنا عشر شهيدا من عائلة الدلو، بينهم 5 أطفال، سقطوا ضحايا في الحرب الأخيرة إثر قصف منزلهم من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. النيابة العسكرية الإسرائيلية ردت على طلب للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالتحقيق في الحادثة مع أخرى مشابهة، بأنه لم يتبين اشتباه بوقوع مخالفة جنائية، ولم توجد شبهة في انتهاك قوانين الحرب من قبل أي جهة عسكرية. فيش مقومين كذابة، اليهود كذابة، هذه ماخذ أرضينا وماخذ خيرنا وماخذ كل إشي، وإحنا بدنا نرفض الدعوة هذا أو الحكم هذا لقارة اليهود، وبدنا إحنا يضل مرة ومرتين وثلاثة وعشرة لآخر نفس فينا وناخذ حقوقنا ويرجع حقوقنا، وكل أضفر من أضفر أولاده وأحفاده وزوجته وأولاده بدي حق من اليهود، إلا أنا ارتميت في الشارع ودمروا حياتي وخلوني صفر وخلوني مرمي في الشارع. إغلاق التحقيق في حادثة عائلة الدلو جاء استمرارا لمواقف مماثلة حدثت مع عائلة السموني. 29 شهيدا من العائلة سقطوا في عدوان الرصاص المصبوب. أغلقت النيابة العسكرية الإسرائيلية ملفاتهم. المبررات التي ساقتها النيابة العسكرية تتحدى العقل والمنطق وفقا للمؤسسات الحقوقية، وتؤكد بشكل قاطع العيوب المتأصلة في نظام التحقيقات الإسرائيلي، ما يدفع إلى وضع هذه الملفات على طاولة القضاء الدولي، ولي أمر يتطلب تحركا من قبل السلطة الفلسطينية. إذا توافرت الإرادة السياسية لدى القيادة الفلسطينية أن تعمل على التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية وتطلب التوقيع على ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية والتصديق عليه، وإذا تم هذا الأمر فإن الباب مفتوح ومشرع أمام المحامين، أمام ممثلي الضحايا، أمام منظمات حقوق الإنسان، كي تعمل على تفريغ هذه القضايا لدى المحكمة الجنائية الدولية التي ستعمل بدورها على التحقيق وجلب المشتبه بارتكابهم هذه الجرائم. القرارات الإسرائيلية بإغلاق ملفات الضحايا تكشف عن استخدام النظام القانوني الإسرائيلي بشكل منظم كغطاء لانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي. استهتار إسرائيلي بالقانون الدولي جراء الحصانة السياسية والقانونية التي يمنحها المجتمع الدولي للاحتلال الإسرائيلي، حصانة تمكنه من الإغالة في دماء الفلسطينيين من دون عقاب. محمد الأصل، تلفزيون القدس، غزة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.